السلام عليكم بنات، لاباس عليكم؟ كيف بقيتوا شويه؟ كنتمنى تكونوا على خير وعلى بخير. مرحبا بيا معكم، مرحبا بكم معايا، مرحبا بكم مع اختكم بنا في قناتها صحتي في جمالي وجمالي في صحتي. مرحبا بنا جداد، مرحبا بنا القدام، مرحبا بالجميل. كنرحب جميع الاخوات والاخوه اللي انضموا للقناه ديالي، وكنقول لهم شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، على لي كومونتير ديالكم، على اي حاجه كتجيونا عندكم. المهم لافيد ديال اليوم، ديما لبنى معكم الجديد، كنشارك معكم اي حاجه سواء ايجابيه ولا سلبيه كيف ما بغات تكون. المهم هذا النهار ديجا جا عندنا ضياف، جا عندي ولد خالتي ومراته من قنيطره، وبغيت ندير العشاء. المهم ماشي شي عشاء يكون خفيف ظريف، غير شويه ديال الدجاج مبخر كما كيقولوا في واسه، مبخر. شنو درت فيه؟ ديجا انا موجده دجاج مشامله مقاده، المهم نوريكم شنو في ليزانغريديون شنو كاين. وانتم معايا، عاوتاني شي واحد تشوف عاوتاني الطاوات وتشوف البوطه تقول لك انت يوتيوبرز وما لقيتيش حتى بوطه حتى طاوات. المهم كي قالت ماما جيبوها لي، انا ديما قلت هذاك النهار. المهم البنات اللي انا كنهضر مع الحبابه ديالي الكبيره ديالي، ديجا انا مصوبه هنا الدجيجه، ها هي مشرملاها مقدها. باش مشرملاها كندير شويه ديال هذا السودانيه، شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه والقزبر مع الدنوس والثومه. كندخل كلشي في مولينيس وكنشرمل به الدجاجه، وداك الشيء لاصوص اللي كيبقى لي ما كنرميهاش، انا نوريكم شنو غنديروا بها. المهم كما قلت لكم هذه جاتهم مصوباهم انا الدجاج مقاداهم. كاينه الشعريه، انا عمر بالشعريه راني سلقتها من فوق، هذه سلقتها وقديتها وقطعتها، ها هي. كاين الزيتون الخضر مقطع هكا دوائر، ديجا انا كشريتو صراحه هكا ماشي ماشي قطعتو. ملي كان عندك غير الاخر العادي اللي كيكون ثقوب هكا كبير ومثقوب كنقطعو ماشي مشكل. الحامض في زانغريديو كاملين كل ما قلت لكم، كاينه هذا الحامض مقطع مصير مصوباتو ما تخيلي ديها جايه بدات غزال صراحه. قصوا شويه اللي خليك. كاين السودانيه ضروري شويه كريمه من الحبيب كنعطر بها، البزار اللي هو الفلفل الاسود والخرقوم، وكاين هاد لاصوص هادي انا نوريكم البنات هي هادي. انا هادي كتعجبني كنقول لخالي يجيبها لي حيت شويه خدام في الريستو، كتعجبني هادي كتجي بحال ديال الشاورما وهادو، كتعجبني نديرها كتجي زوينه فيها شويه نسمه ديال الحار ما ناقص شويه. خلاص امرات خاي ديجا كتوجد شلاضه وشنو فيها، دارت فيها بطاطا هي ديجا سلقاتها وقدتها، والروز كيتسلق وخيزو كيتسلق والطون لقينا الروز قاعد تسلق لها، ها هي ها هي. لا خصو نزيدو شويه باقي ما طابش، اوي نديرو شويه ديال الماء يزيد فيها شويه، خلاتو لها بالماء في سوق واخر، وديجا هي تزيد معاها حتى الجلبانه سلقها حتى هي. كنت ندير شويه ديال الفلفل المطيشه ساعه صافي بلاش حيت الليل ما بغيتش ندير بزاف لانه كي تيكلكش بزاف صراحه. هذا غير شي شويه ديجا انا عندي الجلبانه ما في الثلاجه في الفريغو، نديرها حتى هي مع الرز دغيا دغيا. هي ملي كتكون البنات ملي كتكون في الثلاجه دغيا دغيا كتسلق الماء، حاولوا ما تخليوها هي التاليه. دونك نمشيو نصوبو كيفاش نقادو هذا الشيء. هذا ديجا ناخذ هاد لي زانغريديو هنايا ديال العطريه، نخديهم في الطبسيل فواحد البانيو هكا كنصوب فيه ولا فواحد البواطا تخوي كلشي هكا. من بعد هاد لاصوص اللي قلت لكم بقات لي البنات درتها هنايا، غنخويها هنايا كتجي رائعه، كتجي غزاله البنات وحق الله كتجي فنه ريحه الثومه وداك الشيء. وهذه كتدي فيها الخردل حيت كنديرو كنحمر كنشرمل به الدجاجه باش كيديها واحد الرطوبيه واحد الدزوينه. من بعد
متنساوش مليحه مزيان مليحه، ما نديرش بزاف حيت مشار من الدجاجه ومشار شبعان ملوحيه، دونك كنديروش بزاف بحال هكا. وانقبط هذاك اللي الزيتون، ما ان نديروش كامل، ندير غير نص منه باش نعمر الدجاجه من الداخل، غير نص منه هكا. باقي لي واحد شويه، وانقبط نص ديال الشعريه، غنخلط يعني كلشي من دابا، ولكن نص شعيه نديرو، نص شعيه نديرو من الفوق. بنت لي وقيله باقا تقدر تزيد تقطع شويه الصراحه، كان ملي كتسلق كنقطعها غير بالمقص، كتكون ساهله الصراحه. هي يعني نورمالمون البنات نوصيكم انا الشعريه ديرو ديال الروز، مشى خالتي ما جابش ديال الروز، جاب غير العاديه ديال الروز، كتسكا وكتجي حتى في المذاق زوينه الصراحه. المهم ها هي هذا الشيء، هو هذاك ها هي تقطعات، خصها شويه، ها هي تقطعات هكا. المهم من الشكل النهائي الا ما شفتوش الفيديو تشوفوا في التصوير. المهم انا معاكم، اوي سخونه ايوا. وحنايا نمشيو هكا، انا تعجبني خلطي يدي بيديا، عندي شويه ديال الزيت البلديه اللي هي زيت العود، ها هي زيت البلديه اللي هي زيت العود، كل اللي كيقولها زيت البلديه كيقولها زيت العود. ندير واحد شويه هكا، كتجي زوينه في المذاق البنات، انا تعجبني صراحه نطيب بها. أبس. على بركة الله نخلطوا المكونات مع بعض حتى يتشرملوا لنا، يدخل لهم. انا شفت كنت كندير يديا باش كنخلط هكا ها انتم، انا هبط لكم شويه وتشوفوا معايا. اصبروا ها انتم باش كتدخلنا هادشي هكا مزيان. انا كندير هكا، اللي تقول لك علاش كديري بيديك اختي، انا كندير بيدي حيت انايا عربيه، امي ولفاتني تصوب هكا باش تدخل الشرموله مزيان. يا فتيات ويا فتيان، ماشي غير البنات اللي يدخلوا الكوزينه، حتى الدراري علاش لا، اللي عندها شي راجل كتدخل معاه الكوزينه، اما يبقى كرهوني هما رجال علاش كنحرش عليهم عيالاتهم يدخلوهم الكوزينه. هيا خليوها هكا ياكل البنات، ناخذ الدجيجه ديالنا ندوزو هاد الخاويل هنا تسيروا شويه الماء. لا درت غير وحده، ماما غير وحده ديالنا ما بيناش بزاف. نعمرو هكا النص ديالها، اوبس ما عرفتوش شنو، واحد لاسي كنت مخبعه ونعمر بيهم، لعلم الله ماما فين درتهم ليا، تحطهم فوق الماكينه الصابون، غتكون اما ماما ولا ما تخلي زاتو. هاكا ندخلو الدجاجة نعمروها هاكا، الستيكات كنت غسلتهم من الدجاجة من جبتهم هانتوما. الدجاجة كان في فريكو، واخا طلقات لي البنات ما طلقاتش بزاف اعتذر. مهم انا عندي مشارملاها، راه دخل لها الشرمولة مداخلة، الشرمولة داخل كلشي هاكا هكا يا البنات. ندخلو الشرموله مزيان ما بين اللحم والدجاجه باش كتجي زوينه، وملي كيقسم الانسان قدامه كيخرجوا داك الشريميله زوينه. نزيدو واحد شويه هكا، المهم نخليوها هكا باش انا من بعد ما تطور انسلقها انحمرها باش يفرغ. المهم هاي تسلت هادي، نجيب طاوة ديال الفار البرمة طنجرة، نحط هادي من تحت الدجيجة. ديما البنات شوفوا الدجاجة ديرو الصدر هو التحتاني، علاش؟ باش كيطيب لنا مزيان، حيت هو اللي كيسد شوية ديال الطياب، وكتدخلو الطياب ديالو مزيان. ندير لها هكا، ونجيب هادشي اللي بقى هكا، نزيد معاه حتى هاد الزيت الحامض هكا، نخلطو مزيان مع بعض.
ونجمعوا هذا الشيء هكا لماما ماشي ديال الشهادي نحطوا هذا الشيء هكا. صراحه البنات كتجي غزاله والله حتى كتجي فنه. كانت عندنا واحد الصداقه وانا اللي طيبت انا اللي صورت والله يا اختي الا جات فنه. شوف راني حادقه واخا كنخدم في الفرماسيان تيقول لك تخدم في الفرماسيان كدير الشغال والله اللي كدير الشغال وكيجي غزال. كتقول لي واحد جداتي شهدتها بنتي والراجل اللي يديك يدي الكنز والله ما تنكذب عليكم ياك ماما. المهم خليكم معايا ندي هاد الشمس ونغسل يدي ونجي. وها انا رجعت ليكم كما قلت لكم ديجا هنا لنا ان ها هو الما هنايا. شوفوا انا الناس ديال زمان كنقفل بميكا الجناب ديال الطعام. انا نشوف هاد الحبيبه ندير هكا ندير هكا وجات صغيره خليكم معايا ما تشوفين. المهم كبداتي كما قلت لكم ها هي هذا الشيء ها هو هكا. نجيب هاد ميكا بيضاء هكا هاد الشيء كاتش اخرى صراحه نغطي بها هنا باش ما يخرجش داك الهواء باش غير غير طيب وتوجد لنا بكل سهوله. نجيب نقايتها ونغطي انا ماشي هدي فيها نقايتها غطيتها هنا ونغطي بها هادي ونردها طيب. والشلاط ديالنا ها هي وجدت حتى هي بقى غير الخيزو وهذا وهذا الشيء. نمشيو دابا نجمعو سلوط طبيسلايت والمينات اللي خدينا فيهم نخليها طريف الحامض حتى ملي كنسالي كنقطعو جوج رونديلات شويه غليظات رونديلات وكندير فوق منو الهريسه وكنغسلو كنغسلو كنحطوه تزيين الحامض البنات كنديرو التزيين صافي. انا تعجبني من سالي نجمع ضيف في الكل سلام باش نخليو الشريطه فين تصاوب بسهوله. غادي تحيدوها هكا المهم كما قلت لكم ها الرز تسلق تقع هي تسلقات. شوفوا الرز شوفوا خيزو في الجلبان شوفوا الجلبان واش طابت خيزو طاب اوبس الجلبان طابت البنات. شغل لكم ملي كتكون عندها ذاك الطيب صافي نطفيو البوطة ساليو هادشي هكا وأنا معاكم. وها أنا جيت البيض نكمل معاكم. المهم كيما قلت لكم هي بيضة شلاضة درنا فيها الرز درنا فيها هنايا البطاطا مسلوقة بشوية الملحة شوية زبدية خيزو مسلوق بالملحة والزبدية وجلبانة نديرو في واحد البانيو نخلطوهم هكا كيجيو بحال هكا. الرز هو ها هو الرز جاني بزاف ما عنديش بزاف الصراحه باش ما نبقاش تما كيناتي حيت ما كاينينش بزاف ديال الناس سخونه البنات بركه. طيب هذا الشيء ندير فيه حتى الزيتون مقطع هاد الطويجين البنات جابته ماما معاها مقطعه عطاها لراجل اختي يجي غزيو قال بقيت طيبي فيه بطاطا البيض كيجي كيجي هكا مزيون صراحه ديال الطين كيجي زوين. شنو نديرو في ليزانغري في ليزانغري ديو بحال مثلا الطريه اسكتي مشات المهم الطريه ندير فيها البزار شويه ديال البزار هكا بزيره ما ديروش بزاف على البنات بزاف ما صالحش
صافي ومليحه، ما ندير فيها حتى شي حاجه وزيت بلديه، هادشي اللي غندير. اها مليحه، ديروا اي شي مليح، ديجا حنا سلقنا كلشي بالملحه. ياك خرج درت شويه الملحه في الشيء الاخر. اه كلشي دونك ندير غير شويه. كيما مزيديها على الغار ما تسخي. وعندي زويته بلديه بحال هكا، بريمو البنات كتجي رائعه هاد الشلاضه. وما نساوش الطون، ما نساوش الطون، هذيك الزيت ديال اي والله بغيت تحل البنات. لا 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 ها هي هاد الزيت ديال، انا ما كتعجبني الصراحه كاين اللي كيديرها في الشلاضه، انا ما كتعجبنيش نحيدها بحال هكا. ديما بنات خذوا اللوكس، اللوكس والله كيجي زوين، كيبقى طريفاتو كبار يعني. لوكوس ماشي لوكوس، قلت لهم اللوكس اه لوكوس والله الا. المهم ها هي، نشوف معلقه باش نقطع خوي على بركه الله. شوفوا البنات اللي قلت لكم كيفاش كيبقى، كيجي غليظ، تيجي في الشلاطه زوين بزاف. نذكر بعد مره كيكون فيه شي حاجه الشوك حيدوه، قطعوا غير هكا خليه يجي غليظ شي شويه باش كيجي باين صح. انا ملي كيبقى طون ابس وحنا سالينو ما بقاش بزاف، احنا سالينا نخلطو هكا هادشي. شوفوا الشلاضه كانت صوبه مرات خاي مصدق مصوبها انا. مالك مالك علاش شحال عليك؟ لا قلت بغيت ندير بطاطا خيزو بوحدو والطونو. انت عاد هضرتي ياك ولا تهضري؟ قلتي واش تخلطي غير كاس نوفا؟ المهم غنوريكم كيفاش كتجي في طبيسيل الشكل النهائي ديالها. وهذا يا فتيات يا اخواني الشكل النهائي مرات خيط قجني. ها انتم كتجي هذا الشكل هكا، صراحه كتجي زوينه بزاف. المهم نديروها في الثلاجه، كتكلب بارده نديروها في الثلاجه ويطيب الدجاج وحنا معكم الشكل النهائي ان شاء الله. كيما قلت لكم شوفوا غير في التصويره ما عنديش كيفاش ندير. المهم خبار فراسكم، تهلاو فراسكم، ما تغيبوش عليا وما نغيبش عليكم. ما تنساوش تبارطاجيو وتخليكم منطيزين بحالكم. بارطاجيو البنات، بارطاجيو بارطاجيو بارطاجيو، كنقولها لكم. يلا السلام عليكم، كنموت.